دكتور سمر سامي شرف، القائم بأعمال عميد معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج بالمركز القومي للبحوث. النهاردة بنتكلم عن أحد النقط المضيئة أو في المركز القومي للبحوث، ألا وهو مركز التميز العلمي للمنتجات النسجية، وده بتمويل من أكاديمية البحث العلمي وهيئة البحوث والتطوير الـ STDF. المركز ده كان فكرة إنشاؤه إن إحنا إزاي، وهدفه الأساسي إن هو تطوير صناعة النسيج ودعم صناعة النسيج في مصر، ومحاولة لإيجاد بعض الحلول اللي تواجه صناعة النسيج في مصر. المركز تم إنشاؤه وهو الباحث الرئيسي له الأستاذ الدكتور محمد محمود هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق والأستاذ الباحث بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج. يقوم المركز بأهم أهداف بالنسبة لصناعة النسيج في مصر، ألا وهو تطوير وتنمية صناعة النسيج في مصر بغرض إن هي تصبح منافسة، وإن المنتج النسجي في مصر يصبح منافس في الأسواق المحلية والعالمية. وده بيحدث عن طريق تطبيق ان احنا ابتدينا نطبق التكنولوجيات الحديثه في مواجهه مشاكل صناعه النسيج في مصر. صناعه النسيج في مصر بتقابل بعض التحديات، ومنها مشاكل الميه، استهلاك الميه، استهلاك الطاقه. فبنبتدي من خلال هذا المركز ان احنا نطبق التكنولوجيات الحديثه زي تكنولوجيا النانو، تكنولوجيا البايوتكنولوجي، استخدام مصادر الطاقه والمواد الصديقه للبيئه. ده كله من خلال المركز وابحاثه والاجهزه المتوفره فيه. التكنولوجيات دي ونقل التكنولوجيا الى قطاع النسيج في مصر هتعمل على تطوير المنتج المحلي، وده كمان من خلال ان احنا مش بس بنساعد صناعة النسيج، بنساعد الباحثين في جميع المراكز البحثية وجميع الجامعات المصرية، من خلال ان احنا بننقل هذه التكنولوجيا للمصانع عن طريق الباحثين من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه اللي بنقوم بمساعدة الطلبة فيها او الاشراف عليها. كذلك احنا بنقوم باستشارات علمية لكثير من المصانع، وده من خلال احدث التقنيات واحدث الاجهزة الموجودة عندنا وجروب من أعضاء هيئة التدريس اللي بيعملوا في المركز وبيعملوا في معهد بحوث وتكنولوجيا المنسوجات لرفع صناعة أو لرفع كفاءة المنتج المصري عن طريق الأبحاث التطبيقية اللي احنا بنقوم بيها في هذا المجال. المركز بيضم العديد من الأجهزة اللي بتعمل بتكنولوجيات مختلفة، وكلها تكنولوجيات بنحاول فيها ان احنا بنساعد مجال الصناعة على توفير الطاقة والمياه. من ضمن هذه التكنولوجيات تكنولوجيا البلازما، وايضا قلنا تكنولوجيات اخرى، استخدام مثلا المايكروويف في صناعة النسيج، استخدام الالتراسونيك اللي هو الموجات، الاجهزه اللي بتستخدم بالموجات فوق الصوتيه دي، كلها لتوفير الطاقه. بنحاول طبعا ان احنا الاتجاه نحو الكيمياء الخضراء واستخدام منتجات صديقه، كيماويات صديقه للبيئه في كل العمليات اللي بتقوم عليها صناعه النسيج، وده كله لمراعاه الابعاد البيئيه اثناء عمليه صناعه النسيج، لان ده طبعا بيوفر علينا، مع ان انا بوفر منتج منافس ولكن في نفس الوقت لازم اكون محافظة على البيئة، بوفر في الطاقة، بوفر في المية. فده كله بيتم من خلال التكنولوجيات اللي احنا بنحاول ننقلها لقطاع الصناعة في مصر، ومن خلال ابحاثنا، من خلال استشارات اللي احنا بنقوم بيها، من خلال الدورات التدريبية اللي ممكن بنقوم بيها للمصانع، للمتخصصين في المصانع، للمتخصصين في الشركات المسؤولين على خطوط الانتاج،
بنقوم بدورات تدريبية بس مش للمصانع فقط، برضو طلبة الجامعات بنقوم بالإشراف على مشروعات التخرج، رسائل ماجستير ودكتوراه، وكل ده ان احنا بنحاول ان احنا نربط البحث العلمي وتطبيق البحث العلمي في صناعة النسيج في مصر، وده من أجل منتج ذو قيمة عالية يستطيع المنافسة. الأجهزة المتوفرة في مركز التميز العلمي بتختص بجميع القياسات اللي بتضمن لي ان المنتج المحلي، ان انا بعمل زي اشراف على جودة هذا المنتج. انا ممكن اي مصنع بيجي لي بقدم له اي استشارة على منتجه، فده بيعمل على تحسين من هذا المنتج. الأجهزة اللي هنا فيها بعض الأجهزة اللي بتقوم على الـ R&D اللي هو الـ Research and Development، يعني أنا لو عندي منتج قمت إن أنا مثلا أو بحث أو منتج طبقته في على مستوى المعمل، فممكن إن أنا هنا من خلال مركز التميز بقوم بعمله زي منتج بسيط، أو إن أنا على صورة بنتجه على مستوى نص صناعي وبشوف تطور هذا المنتج معايا لما عملته على مستوى النص الصناعي، بحيث إن هو يبقى قابل للتطبيق، إن أنا لو خدته في أي مصنع ممكن أطبقه وممكن أنتجه بالصورة المناسبة والمرضية للمستهلك. الأجهزة هنا أحدث، بتقوم على أحدث التقنيات، وبتتميز الأجهزة هنا بأنها ممكن بتقيم المنتج بتاعي والراحة الملبسية للمنتج، وبتشوف كل المنتجات اللي ممكن تخرج من المنسوجات رياضية، منسوجات تقنية، وطبعا غيرها. لما في الأجهزة دي بتقوم على القياسات بالنسبة للمعالجات، وفي أجهزة بتقوم على القياسات بالنسبة لتقييم المنتج نفسه. المهم في الآخر إن أنا أخد المنتج من أول ما بيبقى خيوط إلى أن يصبح منتج نهائي، وبتابعه في كل مراحله من خلال إشرافي على المنتج نفسه وجودته وتحسينه لغاية ما أوصل بيه لمنتج منافس. دكتور محرز السيد النجار، أستاذ مساعد بمعهد بحوث الصناعات النسجية، بشتغل هنا من خلال السنتر بريادة أستاذنا الدكتور محمد محمود هاشم. معنا مجموعة طبعا ذات خبرة في التكستايل فورميشن أو الفورميشن تكستايل، زي دكتور عبد الرحمن عبد الغفار، دكتور ثروت إبراهيم شاهين. فأنا مسؤول مع المجموعة دي عن مجموعة من الأبحاث اللي هي خاصة بالمنسوجات المبتكرة. منسوجات مبتكرة يعني Advanced Textile، أو منسوجات طبية بتخدم مجالات عديدة موجودة هنا في البلد بتاعتنا. عندنا مثلا زي الألياف النانومترية، اللي هي ألياف بتتكون عن بتقنية الغزل الكهربائي أو الإلكتروسبيننج، وديت مثلا ممكن نستخدمها في الماسك. عندنا زي ما احنا عارفين الماسك ده بيتكون من طبقات، فيه الطبقة اللي بره ديت اللي هي النانووفن، والطبقة اللي جوه ديت ممكن نحطها نانو فايبر، بتبقى متعالجة علشان تغطي على العيوب اللي موجودة في الماسك التقليدي اللي موجود في السوق المحلي. الماسك ده اللي موجود في السوق المحلي بيبقى ماسك مش مضاد للميكروبات أو الفيروسات، بيبقى ماسك موجود إن هو بيحش العوالق أو الأتربة اللي موجودة أو الغبار اللي موجود في الشارع أو الجو. عندنا المنسوجات الألياف النانومترية إن أنا أحضرها وتبقى مجهزة بطريقة إن هي تبقى معالجة للميكروبات والفيروسات. فإحنا عندنا في المنسوجات الطبية أول حاجة بنركز عليها هنا إن إحنا نستخدم الألياف النانومترية في تصنيع الماسك، إن إحنا الطبقة اللي موجودة جوه اللي هي مرتبطة بـ أو مباشرة في مع الإنسان ديت، إن إحنا بنعملها نانو فايبر علشان تبقى مضادة للميكروبات والفيروسات. في حاجة كمان، أنا لازم لما بستخدم مادة في الماسكات ديت لازم تكون مادة أمينة بيئيا، يعني مادة ما ينفعش تسبب ضرر للإنسان أو لما تترمي في الـ أو يعني بعد ما تستخدم. فإحنا بنستخدم عندنا حاجة اسمها بايو ديجريدابل بوليمر، أو بوليمرات حيوية تبقى تتحلل بيئيا. ده أول حاجة في المنسوجات الطبية. تاني حاجة، إحنا بنستخدم حاجات، إحنا الجزء بتاعنا هنا إن إحنا نستخدم بوليمرز
او بوليمرات او منسوجات. فاحنا بنستخدم هنا البوليمر تكون بوليمرات طبيعيه يعني كربوهيدراتيه يعني موجوده في الغذاء اللي احنا بنستخدمه زي النشا زي الكيتوزان الشيتوزان اللي هو من قشر الجمبري، زي بوليمرات زي الالجينيت زي الكاراجينان زي البكتين زي الستارش السيلولوز، دي كلها بوليمرات موجوده في بنستخدمها في الغذاء بتاعنا. البوليمرات ديت ممكن نحضر منها مواد زي اسفنجيه تبقى سبونج لايك ماتيريالز او اسمها كرايوجيل. المواد ديت بتبقى خفيفه عامله زي السبونج كده او الاسفنج. ديت مواد بنستخدمها دلوقتي ان احنا بنركز عليها ان هي تبقى ماده تعمل وقف نزيف الدم. طبعا لما حد بيعمل عمليه او بيبقى بينزف دم بيبقى محتاج ان الدم ده نوقفه يعني لغايه ما يعمل العمليه او كده. فاحنا بنعمل الماده ديت لها القدره عاليه على الامتصاص اللي موجود الامتصاص الدم وفي نفس الوقت توقف النزيف، يعني تعمل ايه؟ تعمل له تجلط وبالتالي سريان الدم من الجسم لبره الجسم يبقى بطيء. ديت ماده اسمها اسفنجيه اسمها كرايوجيل او سبونج لايك ماتيريالز. بعد كده احنا بنستخدم ان احنا نجهز بقى القماش العادي اللي موجود عندنا في السوق ده. القماش ده بيبقى في او اللبس اللي احنا بنستخدمه ده بيبقى في الاول قماش. القماش ده موجود من القطن، فاحنا القماش ده بنديله خاصيه جديده. القماش لو هو موجود زي ما هو عادي كده مثلا الامتصاص بتاعه بيبقى قليل، الماده ما القماش ما بيبقاش مضاد للميكروبات، القماش ما بيبقاش مضاد للحريق، القماش ما يبقاش مضاد للاشعه الفوق بنفسجيه الضاره للناس اللي هي بتطلع على البحر والكلام ده في المصايف. فاحنا عايزين نضيف للقماش اللي موجود خاصيه علشان يدي وظيفه جيده للقماش. فاحنا بالتالي وكمان ان احنا بنستخدم مواد تكون مواد نانومتريه. مواد نانومتريه يعني الحجم بتاعها صغير جدا، زي ما احنا عارفين مثلا ان قطر الشعره من جوه لان الشعر بتاع الانسان ده مجوف بتبقى الشعره القطر بتاعها من جوه حوالي 90,000 نانومتر. فاحنا بنستخدم بقى بنستخدم حاجه من 10 لغايه 100 نانومتر. فيبقى صغيرة ليه؟ المواد النانومترية صغيرة بتبقى الحجم بتاعها صغير جدا علشان يبقى كفائتها عالية جدا، وفي نفس الوقت يبقى بدل ما بنستخدم كيماويات بتركيزات كبيرة بنستخدم المواد النانومترية يبقى تركيزاتها قليلة جدا. يبقى ده السبب الأساسي لاستخدام المواد النانومترية، ان انا احصل على كفاءة عالية مع استخدام مواد تركيزها يكون قليل جدا. بنستخدم مثلا في القماش علشان نخليه مضاد للميكروبات ان احنا بنستخدم مواد السيلفر نانو بارتكلز، ودي اشتغلنا فيها مع مصانع كتيره بره وجهزنا قماش تم تصديره لبلاد بره كتير. واهم حاجه ان احنا لازم واحنا بنجهز القماش او بنجهز اي اقمشه هيتم التعامل معاها مباشره مع الانسان ان هي ما يكونش لها ضرر. يعني ما ينفعش الانسان يلبس قميص او تيشيرت ويبقى مضاد للميكروبات بس يبقى يعمل له احتكاك او يعمل له يسبب المواد تدخل جوه الجسم فتسبب ضرر اكبر من ان القماش يبقى مش مقاوم للبكتيريا. فاحنا بنستخدم كل البوليمرات اللي احنا بنستخدمها في تحضير المواد النانومتريه هي بوليمرات طبيعيه محلله يمكن ان احنا بنستخدمها اصلا في الطبيعه وفي الاكل بتاعنا. مثلا احنا عايزين نحضر قماش يبقى مقاوم للحريق، وده بيتم ان احنا بنشغله دلوقتي ان احنا بنحضر بوليمرات تثبت على القماش ويبقى القماش اللي موجود عندنا مقاوم للحريق. والميزه او التشالنج او التنافس هنا ان احنا يبقى القماش مضاد للحريق او الخيم اللي موجوده او الغطاء بتاع السيارات اللي موجود عندنا يبقى مقاوم للحريق، وده بنستخدم له البوليمر ويبقى ثابت لبعد الغسيل. في ناس كتير استخدمت بوليمرات او مواد تجهز بها القماش بس للاسف بعد خمس غسلات بعد 10 غسلات نلاقي الماده ثابت القماش وما عادش وفقد خاصيته اللي هي المضاده للحريق. فاحنا بنثبت الماده ديت على القماش بطريقه معينه علشان يبقى القماش اللي موجود عندنا مثلا لو هنفترض ان احنا بنعمل غطاء للعربيات فالمطره بتنزل عليه اكتر من مره، فلو الماده مش ثابته عليه الغطاء اللي موجود عندي مش هيبقى مضاد للحريق بعد كام غسله او بعد ما المطر ينزل عليه اكتر من مره. حسن باحث في تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها البيئيه.
ومنضم حديثا في مشروع مركز تميز لتكنولوجيا النسيج المبتكره. النهارده هنتكلم على احد الفئات المستهدفه اللي احنا بنستهدفها في مركز تميز وتكنولوجيا النسيج المبتكره تحت قياده الاستاذ الدكتور محمد محمود هاشم ونخبه من الساده الدكاتره اللي معانا، الدكتور عبد الرحمن عبد الجواد والدكتور محرز والدكتور ثروت شاهين. الفئات المستهدفه اللي احنا هنتكلم عنها النهارده بالاخص هي طلاب ماجستير والدكتوراه وطلاب السنه الاخيره بالكليات العمليه المرتبطه بتكنولوجيا النسيج. ليه هتكلم على الجزئيه ديت؟ لان ممكن من مشاريع التخرج او الرسائل الماجستير او الدكتوراه يطلع نموذج قابل للتطبيق على ارض الواقع ويكون شركه ناشئه يعني تدير دخل ويتساهم في مصدر دخل قومي في مصر. طب ازاي؟ لو هنتكلم على احصائيات المركز القومي للتعبئه والاحصاء في عام من 2016 ل 2020 مصر استوردت بس قطن خام ومنتجات نسيج بحوالي 3.7 بليون دولار امريكي، ومصر صدرت في الموازي 2.2 بليون دولار امريكي استوردته قطن خام. فهنا دلوقتي في سؤال نساله مع بعضنا، هو ازاي مصر بتستورد قطن خام وبصدر قطن خام؟ لما نيجي نتعمق في الجزئيه ديت لقينا القطن الخام اللي بيجي اصلا مستورد من بره ما هوش قطن خام زي اللي هو الزهره اللي بيجي بالزراعه والكلام ده، ولكن بيتم اعاده تدوير القطن اللي هو تم انتاجه. زي ايه؟ زي المنتج الموديل، زي الحاجه اسمها الفيسكوز، ده اصلا عباره عن قماش قطن وبيعمل اعاده استخدامه من ثاني، بيطلعه كقطن خام يستخدم في عمليات النسيج. فهنا كان في فكره من ضمن الافكار اللي ممكن احنا نعملها ان احنا ممكن نقدر نعمل اعاده تاني تدوير للمنتجات القطنيه الموجوده، وده بيخدم عندنا للابحاث اللي احنا شغالين فيها في مركز التميز، وكمان ده برضك حاجه بنقولها لكل الباحثين وكل اللي بيشوفونا من خلال قناتكم، ان احنا هنا المركز بس مش بيقدم بس خدمات اجهزه او خدمات صيانه يعني بيقدم خدمات للمنتجات او يشوف ان هي قابله للمنافسه ولا لا، بالعكس كمان احنا ممكن نقدم استشارات في مجال رياده الاعمال. بناخد المشروع اللي هو قابل لتنفيذ على ارض الواقع نمشي معاه خطوه بخطوه، سواء ازاي يبقى ايه الكي بارتنر بتاعهم، ايه الشركه اللي لما ينزل في السوق، ايه الشركه اللي يعني ازاي افهم السوق العمل كويس، ايه الشركه اللي انا اقدر اتواصل معاهم عشان اقدر اطبق المشروع ده على ارض الواقع، ايه هم الستيك هولدرز بتوعي عشان اقدر هل المشروع ده ابليكابل ولا لا. بلس كمان ان احنا ممكن كمان من خلال الكوكبه اللي موجوده معانا هنا نستفاد كمان علميا كويس، يبقى الفكره مش مجرد فكره بطرحها في السوق، لا ده انا الفكره مامنها كويس جدا علميا، مامنها اختبارات، وزي ما دكتوره سمر ذكرت احنا عندنا جهاز الكوباتا، ده جهاز يعتبر موجود في مصر وحيد وفي الشرق الاوسط، وده جهاز لو قدرنا من خلال منتج من منتجات النسيج اشتغل بس على الجهاز ده يبقى احنا امننا المنتج ده كعلميا، وان احنا نحاول نتارجت بقى ازاي نقدر نخليه منافس يعني ماليا بقى، ازاي ننافس الايه السوق المنافس. ده برضك من ضمن الحاجات اللي احنا بنترجتها في مركز تميز للنسيج والتكنولوجيا المبتكره. كمان احنا عايزين كمان حته الورش والورش التدريبيه، يعني انا النهارده ما عنديش فكره وعايز ادخل مجال النسيج وازاي ادخله وازاي اقدر من خلال ورشه او اتنين اقدر من خلالها اتعلم كويس جدا واقدر اضيف امباكت كويس في المجال ده، وخصوصا ان انا ذكرت الرقم مش قليل 3.7 بليون دولار، ده رقم يعني كبير جدا، فازاي ليه ما يكونش مصر رائده في المجال ده، خصوصا ان احنا في المجالات الجديده اللي هي البايو تكنولوجي النانو تكنولوجي الجرين كيمستري العلوم ديت مصر عامله امباكت كويس في الفروع دي. يعني عندنا مثلا الدكتور مصطفى السيد ما هو ده احد اعمده النانو تكنولوجي في مستوى العالم، فده مصري وده احنا موجودين من خلال المركز ده نقدر نكون زي الدكتور مصطفى السيد ونعمل اسهامات في المجال ده، بس احنا النهارده مش حابين بس نعمل اسهامات علميه، لا حابين كمان نعمل اسهامات في السوق المالي ونحاول نساعد قدر المستطاع الدوله المصريه بتاعتنا ان احنا نساهم في مصدر الدخل القومي ان شاء الله.